من مصادرنا الموثوقة يا أسامة وصلنا أن إدارة فرقة الآفاق الفنية روشات فينا الآن عبد الباسط نصور وجماعة تعارض انضمامك مؤخرا إلى فرقة التيجان الفنية. ما مدى صحة هذه المقولة يا أسامة؟ أكد لي على المقولة هذه فقط إجابتك تكون محصورة يا أسامة. طبعا شوف فرقة الآفاق كما أي فرقة فهمتني تكونت فيها فهمتني وشغل راهم همش أشخاص فقط عاديين يعني راهم إخوة قبل كل شيء أكيد يعني كيشوفوك مثلا أنت كتكونت معاهم وعشرناهم فهمتني صحيح باش تنتقل فرقة أخرى أكيد بشي ماذا بهم تبقى لهم فهمتني صحيح مش ملك معناها لكن تبقى بالنسبة لهم راك عضو صحيح تبقى لهم فقط نعم يعني ممكن عدهم الحق يعني في انه باش يتقلقوا يعني مهما يكون هل هي نعم اذا فرقة افاق فنية تعارض التحاق اسامة بفرقة لحد ما نعم لحد ما نعم نعم